أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بالله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها
ربنا لا تجعلنا مع
ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون
وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ
كذلك يصرف الآيات
تسجيلات الشيخ المرحوم عبد الباسط محمد عبد الصمد انصت مخشحين الى ما تيسر من سورة الاعراف. اذاعة جمهورية العراق.